واش لا فامي؟ السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. جديد. في حلقة جديدة. في فيديو جديد. هاد الفيديو هاد الفيديو راني درك كل ما نجي نسجلوا هاد الانترو نعاودو نعاودوه. نعاودو. هاد الانترو تعرف لصقت. ان شاء الله هاد الخطرة سبت. قال ديك الهضرة اللي قلناها في الانترو سوبريم. اسمع ما باغيديش نطولوا. عدنا لكم من جديد خاوتي في سلسلة تاع فيديوهات تاع رياكشن، يعني ما غاتحبسش ان شاء الله باذن الله. الحاجة الحاجة اللي بغينا نقول لكم، يعني اللي عنده شي تراك فات وما درناش عليه رياكشن يباس علينا في الانستغرام، باس علينا في فيسبوك باش نقدروا نديروا عليه رياكشن. هذا مكان. رجعنا اليوم مع مورو موروفيتش، رجعنا نشوفوا التراك نتاعو، التراك اللي انا راني سامعه وانا مانيش سامعه، فين ماش سامعه. المهم هو ديكوفرو مع بعضنا نشوفوا هو عليه الشرح اخوتي نتاع ليك السمع والطاعة. لا عليا غير رقص وخلاص نتاع ليك السمع والطاعة. المهم خوتي اليوم حتى غادي نعاودو، ما تنساوش لاي لايك تعليقات سبورتشو تخدم لين طرو يبداو البلاو. خرج لهم كاش حاجه، خرج لهم ها مسكتو. المهم روحوا خاوتي نبداو نشوفوا التراك. ليتس جو مورو. واش سمعت الملك موروفيتش نوار سور بلون. سير سير على الله. ابو ارو يا يا حبيبي السلعوس شبكات امباير. Oh my god. تولوجو من عينيك رفهمتيني فاش دويتش. احنا يا اخوتنا رف الحبس ومخواتاتش ومرف الكويتش. بنتي ليا من عينيك راك فهمتيني فاش دويت. فاش دويت بتشرح. لا لا نجي نشرح لك. عجبتني السطر باين. عجبتني بصح. عجبني السطر باين. عاود عجبني. هو مليح السطر. خلا شكون عجبتني هذه. فكرتني بواحد البانش كان قالها بوسفلو، قالها المورفين، قال له راك عارف انت مهيدو اللي فراسك فراسك كيما درك راه قال لك فهمتيني فاش دويت، يعني بلا ما ندخل كاع الكواري عاد داخل بحال الويت. فهمت قالك انا حاقد عرفتي دخل كاع الكواري عاد داخل بحال الويت بيار، يعني تقعد ديك الويت هي الاخره. ايوا انت اشرح لي انا مانيش فاهم. هادو اللي كيقول لك مورو ما عندوش عنده غير القافيه وما يكتبش ومنها. اوا قلنا لكم حنا نبغوا الصلعوس، خاطر الصلعوس يحكي على الواقع بالرجوله بالرجوله. برف الكويت قد دخل كاع الكواري عاد داخل بحال الويت. ايه دخل الكواري عرفتيني لاش خويت باقي عاقل انت بديت امتى نويت امتى تبليت. البلاد بكينا عليها قبل ما نعرفو كاينه فويت. واو الى كلامي جاكم قاصح غتسناو مني لا سويت. هاوي شمعونا فوق فوزة جامل خرجوا من الكراوي. لي ضرب خوشي ضربة كيشوفو جماع وطاوي. باولي نكون مريض في الجوع ديما مكاوي. حفظونا النشيد دينا من لغة الشفاوي. مبقاش الماء انت يصير بيتينا كاش واحد يجيب لنا الماء. علاش امور راه الحرارة اخوتي اوبليجي تكونسومي الماء. عمورو ثاني سطر هذا. شوف سطر هذا، سطر هذا بيفهموا ولاد الشعب الخوص بالرجوع. لي ضرب خوشي ضربه كيشوفوا جماع وطاوي. باولي نكون مريض في الجوع ديما مكاوي. حفظونا النشيد دينا منو غالشفاوي. باولي نكون خواف حيت كيخافوا من اللي قاري. صحيت قراو 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 راه كيخافوا من اللي قاري. قراو الشفاوي. باولي نكون خواف حيت كيخافوا من اللي قاري. حلف امي في التلفازه ما على بالي باش نصاري. اللي بقاوش كل اللي كنتيها في نظاري. ربغاوة تبقى غابة اش من مجتمع حضاري. معنا يا حذاري من اللي طاحوا دموع رجال. وشوف ما غاديش يختلفوا، ما غاديش يختلفوا زوج على الحاله. ما غاديش يختلفوا زوج ان هذا الواقع اللي راه يحكي عليه يطابق على المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، كاع الدول العربيه. الامارات ما يطابقش عليها، عنده البيان. السعوديه ما ينطبقش عليهم. قطر ما ينطبقش عليهم. عندهم التيراش راش هذوك. هذوك عندهم من وطبعه تاع الدراهم. والتاريخ راك يقيد غدا غادي يفوت الحال. هذوك راه والدينا احنا راه ماشي بحال بحال. ما غاديش نبقاو خوت من اللي تشوفه غاتك حال. حرك البيضه غادي يفرحوا باش تفكر دوك انت راك انت قلت لهم بلي راك سامع التراك وانا مانيش سامع التراك. دوك يجيك واحد يقول لك ما ديرش هكا باسكو انت راك سامع التراك. انا راه عاجبني التراك والله راني خرج من ديبي. قلنا بلي راه سامع التراك اخوتي سمعتني. بايدا غادي يفرحوا باش يربحوا اصحاب اللعبه. خونا شاري الصوغ وانت غيسدوا بيك الجفايه. حتى تباح واخا طريقه تفوق الزغبه. ما غادي يفوق الخط ولا غيوسعوا ليك الشعبه. ضروري غادي فيق وغادي مشانشي والعقلية. صحيح بلاد باك صحيبي ومجتمع الطبقية. كيعيشوا غاب ديالنا وكيقولوا علينا البقية. البوليس كيسجا حنا هما البقية باقي ارجع الوطن. انتم عندكم هما عندهم في المغرب يقول لك المغرب المنسي وحنا عندنا في الجزائر نقولوا باقي ارجع الوطن، يعني نفس المصطلحات نفس الحاجة. يعني انا قلت لك
علاش قلت لك الحاجه تنطبق عليهم كلهم غلف السلطه واسعدوش بصدقيه يزيدوا في الكلا خديع التسميه الحريه اش الفرق عند القاصر بين الزنقه والاصلاحيه وما كانش الفرق بين الزنقه وبين الاصلاحيه بجوج غيضيعوا ليها عمره وكاع غيخرجوا عليه ابار في بلادي الجامع عرفت العنصريه كنشموا ريحه القمع في مقاطعه وقنصليه عجبتني هاد النويض ابار في بلادي الجامع عرفت العنصريه يعني العنصرية كاينة غير في البلاد أبار بلادي جامي شفت العنصرية هو تكون في بلادك وي تكون في بلادك تحس بالراسيزم تحس بالعنصرية تحس واقع ينطبق على عربان لا تراك زعما عربان أمازيغان حاش كاين يجي يقول لك لا راه شمال إفريقيا أمازيغية ما أنا ما سوقيش عربية ولا أمازيغية عاش اليوم هذا ما واش واحد حقها أنا تعرف بلي البيبليك ما يميلش للراب ما يبغيش الراب الفري ما يبغيش الراب الفري والو كنشمو ريحة القمع في مقاطعة وقنصلية بلادي كتنتجل هي حب وبيضة باش بلاك كتمشي في باطوات حنا كنجيبو هاستهلاك لي قاطع خويا سالك واللي حاصل طلب سلاك حيت الخبز راسو قاصح قال الحلوة شكون كلاك شكون كلاك الحلوة واش بلادي هي عدويا حيت قدامي غالب حرب واش بلادي هي عدويا حيت قدامي غالب حر ذاك ما في قديما اني بو كان قال لهم العدو وراءكم والبحر امامكم وراه شكون اللي بمراك مراك غير البلاد الشباب راه هارب حلو واش بلادي هي عدويا حيت قدامي غالب حر حياتنا دازت دوخه كيف الساعه كيف الشهر ضحكوا جبان وسكانوا يا تاكلك الميزيريه ياكلك الحوت بنت لاين هذا ياك شحال من واحد عنده مثلا ثروه عنده دراهم ولكن هذاك ماشي نتاعو نتاع الشعب نتاع الناس مهم انا والله انا كنت باغي داير نسمع التراك انا كنت باغي نرقص فيه نزهافي شويه بصح لقيته يحكي الواقع اخويا قاصح القاصح القاصح ما يمشيش القاصح ما يمشيش حتى في الفيوز ما يضربش القاصح الناس باغي لي كلاش وزي هكا اشطحر دحو كيفاش كيشي كي الناس بكاو الدم فوق الدموع شافوك صحيات الراس القلب عامر راه تفهم اللي غيتكفح الكاس خلينا بدك الراب ديال دورمي فاسولا صحيح جي بيزو بليز انا قال الراب في جرة وسبعي في البريز مرفكر الراب في جرة وسبعي في البريز يعني في الريز يديه في الكورة في النار ويأتون ويقولون لك لماذا تحب مورا هذا هو السبب هذا هو السبب العشرة القاصح مشي من دركا من كالابوز من قبل لي زالبوم كاع كامل تاع مورا المهم خاوتي كانت هذه هي البديه والانطلاقه نتاعنا مع التراك نتاع مورو سناونا في الرياكشن تاع بوز فلو نتلاقاو في فيديو جديد خاوتي السلام عليكم.